هذه طبعا المعجنات التقليديه الارمنيه اللي اسمها كاكا. وهناك اول مرحله من خبز اللواش نشوفه. بالتنور يخلوها. كان روبيك ديفي ايش 30 دقيقه يبقى بالتنور. بارك الله. هاي الفيديو هذا بدون تقطيع، ما راح نقطعها من بداية الخبز وإخراج اللواش من التنور. التنورات في أرمينيا عموما تكون مدفونة داخل الأرض، مو مثل التنور العربي. خلصت، شوف دقيقة واحدة فقط يبقى بالتنور. هنا الكادر اللي يشتغلون بالمخبز كلهم متجمعين حوالينا. أبلي. هنا نشاهد عملية إنتاج السجاد يدويا طبعا. هذه وهذه أنواع السجادات المنتجة في أرمينيا. هذا مثلا سجاد منقوش عليه الأحرف الأبجدية الأرمنية. عملية إنتاج الفواكه المجففة. هذا المشمش جيران لك. هذا الفواكه المجففة. فارفسس. هنا النحت، اعمال النحت تكون هنا يتم. هذه المنحوتات، هذا عباره عن طاوله، لعبه الطاوله كلها عباره عن لوحات منحوته. هنا ايضا الفارفس، هنا الفخار راح نشوف المنتجات مالته، اواني فخاريه. وهذا الفخار. سالته ايش دي حضر، فهو دي حضر وجه او قناع دي حضرها. هذه الأوان الفخارية من القرن الثالث عشر وجدت في هذه المنطقة. نحن الآن في منطقة غارني في أرمينيا. هنا الفواكه المجففة مغطيها. هذا الكرز وهذا المشمش